طبعا أتوقع الآن كل الشعب السعودي صار قاعد يترقب طائرات موسم الرياض، وين وصلت وإيش صار فيها. إذا فتحنا الهاشتاج راح نشوف إبداعات شبابنا وبناتنا في تصويرهم لرحلة الطيارات. إيش رايك فيها مها؟ والله أنا من الناس اللي متابعة للأمانة، بس ما شفتها على أرض الواقع، فودي أني أنا أشوفها على أرض الواقع. حبيت التفاعل، وعلى فكرة ترى حتى ما هو بس عندنا، يعني في كثير ناس قاعدة تتساءل عن هذه الطيارات، وش قصة الطيارات حتى من خارج السعودية. يعني شفت ناس كثير قاعدين يتفاعلون في هذا الهاشتاج، فبالعكس يعني شيء جدا يحمس انه احنا ان شاء الله، وان شاء الله انه راح نكون متواجدين بكل تاكيد في موسم الرياض اكيد باذن الله. طبعا لفتني مقطع فيديو لرجل الكبير في السن يعرض العرضه اثناء مرور الطائره، واضحه الفرحه والفخر عليه. خلونا نتابع. الله البادي ثم ميد بلادي، الله البادي ثم ميد بلادي، ديرتي غيرتي حبي اللي في العروق جارف انداف صدوق، حالف المشرب ادوق غير حبي بلادي.